ايفون 15 يا جماعه اخيرا نزل مصر، بس انا عندي حاجه بسيطه جدا مغلباني. انا حاولت ان انا اتصل بالرقم ده ومحدش رد خالص. طب قولوا لي يعني انتوا ليه حاطين خط ساخن كده ومحدش بيرد؟ يعني الرقم غلط، يعني نراجع مع بعض. 9 8 3 8، بعد كده مكتوب حتى بالاماره اي جي بي، ده يعني جنيه مصري 98,000 جنيه. ليه؟ دي تمن عربية حضرتك، دي تمن تمن ايه؟ لا لا لا، تمن توك توك، بس مش للدرجة دي. يعني مشكلة ان الموضوع كان عليه زحمة، المحل كان عليه زحمة، وانا بقول ان المحل عامل عرض، عامل اوفر معين، سيل، اي حاجة من الحاجات دي. يعني انت فاهم، بدل مثلا 98 الرقم ده، هو حد معاه فلوس عشان يشتري الايفون بالرقم ده؟ وفي الاخر مفيش اي اختلاف، نفس هما الثلاث كاميرات بنفس الامكانيه وبنفس كل حاجه. ايه ده؟